بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا دوال وعايزين نوجد أزواج مرتبة لتمثيل هذه الدوال اللي هو في المستوى الإحداثي. كيف نكمل الجدول؟ يقول طبعا يكون عندنا مدخلات وعندنا مخرجات. قيم السين هذه اللي هي مدخلات، السين نضعها هنا بدل نضعها في القاعدة. بدل السين هذه نكتب الأعداد هذه، مثلا سالب 2 نحط سالب 2 زائد 5، والناتج حقها يكون كم؟ 0 زائد 5، 2 زائد 5 كده. فهذه المدخلات ويكون فيه مخرجات لها، نواتج مخرجات. طيب نبدأ أول شيء بالجدول. هذه قيمة السين ممكن اللي هي سالب 2 زائد 5، وهنا 0 زائد 5، 2 زائد 5. إذا سالب 2 وموجب 5 الناتج 3، النشرات مختلفة نطلع 0 زائد 5 5، 2 زائد 5 7. طيب هذه دال سين، هذه القاعدة طبعا، هذه قيمة السين المدخلات. طبعا هذا يسمى المجال، هذا يسمى المجال. إذا المجال حيكون كم؟ سالب 2 0 2، سالب 2 0 و 2، أما المدى 3 5 7. طيب نيجي نعوض في هذه، 2 مضروبة في سالب 2 زائدا 3، 2 في سالب 2 تعطينا سالب 4. تعطينا كم؟ سالب 4. سالب 4 زائد 3 الناتج اللي هو كم؟ سالب 1. إذا هنا نقول سالب 1. طيب هنا 2 قوس اللي هي سالب 1 ضرب زائدا 3، 2 في سالب 1 بسالب 2 زائد 3 نطرح في 1، وهنا 1، 2 في 0 بدل 0 زائدا 3، 2 في 0 0 0 زائد 3 اللي هي 3، 2 في 1 زائد 3، 2 في 1 2 زائد 3 ناتج 5. ما هو المجال؟ هذه عناصر المجال وهي المدخلات وهذه المخرجات. هيكون المجال هو سالب 2 وسالب 1 وصفر 1، والمدى هذه العناصر اللي هي سالب 1 1 اللي هي النواتج 3 5 أو نسميها المخرجات. هنا دال س تساوي 5 ناقص 2 س، يعني 5 طرح 2 ضرب الس. هنقول 5 طرح 2 مضروبة في سالب 2، 5 طرح 2 في سالب 2، نقول 5 طرح 2 في سالب 2 تعطينا سالب 4. طيب عملية طرح نحولها إلى جمع، نقول جمع، والأربعة تصير بالسالب، كانت بالسالب تصير بالموجب. 5 زائد 4 اللي هي كم؟ 9. إذا هنا حيكون 9. طيب اللي بعده 5 طرح 2 في سالب 1، طبعا نضرب أول شيء 5 طرح 2 في سالب 1، نضرب أول شيء 2 في سالب 1 تعطينا سالب 2، 5 تنزل وعلامة الطرح تنزل. طيب نحول الآن من طرح تبقى جمع، نغير إشارة السالب، سالب 2 يصير موجب 2، كلها موجب نجمع يصير 7. إذا نكتب هنا 7، هنا 5 ناقص 2 في 0، لأنه هنا السين بصفر اللي هي واضحة إنه 2 في 0 0، و5 يعني ما تطرح تقول 5 ناقص 2 3 وبعدين تضرب في 0، لا، تضرب أول شيء 2 في 0 بعدين تطرح منها 5، إذا الناتج اللي هو 5. 5 ناقص 2 في 2، 5 ناقص 2 في 2 اللي هي 4، 5 ناقص 4 اللي هي 1. آخر سؤال اللي هو يقول دال س تساوي، دال بنعوض عند هذا عشان نوجد قيم س ناقص 3، نوجد قيم طبعا هذه المدخلات وهذه المخرجات، عشان نوجد المخرجات. هنقول هنا بدل السين نكتب سالب 5، وسالب 5
طرح ثلاثة. الطرح طبعا هنا يتم كالآتي: هيكون كالآتي اللي هو قلنا سالب خمسة طرح ثلاثة، نحولها إلى جمع، نقول سالب خمسة زائد الثلاثة، هذه الإشارة حقتها موجبة، نخليها سالب، سالب ثلاثة. صار عندنا الاثنين سالب، معناها نجمع يصير سالب ثمانية، إذا هنا سالب ثمانية. وكذلك سالب اثنين طرح ثلاثة، هتكون سالب اثنين زائد الثلاثة هتكون بالموجب، خالد موجب يصير سالب، يعني يصير سالب خمسة، إذا هنا سالب خمسة. هنا سالب اثنين ناقص ثلاثة، صفر ناقص ثلاثة، بنفس الطريقة حيكون سالب ثلاثة، وسبعة ناقص ثلاثة اللي هي كم؟ أربعة. المجال المدفع معروف، هذا المجال اللي هي سالب خمسة وسالب اثنين وصفر وسبعة، والمدى هو سالب ثمانية وسالب خمسة وسالب ثلاثة وأربعة. إذا العلاقة التي تعطي مخرجة واحدة فقط لكل مدخل تسمى الدالة. الحمد لله رب العالمين، شكرا لك.